يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم بعد غياب طويل نوعا ما. بنرجع لحضراتكم مره تانية طبعا. اهلا بيكم وحلقه النهارده من السادسه. طبعا اداء ولا اروع، والاهم الحقيقه من الاداء والاهم من الاربع تجوال المزيكا، يعني زي ما بيقولوا كده الاربع اهداف الممتعه اللي حققهم النادي الاهلي في ماتش الاتحاد، والاهم من العلامه الكامله كمان في الحصول على نقاط الماتشات بتاعه الدوري. الاهم من ده هو الشخصيه. الحقيقه يمكن اكتر حاجه بسطت الواحد من عرض النادي الاهلي قدام الاتحاد امبارح يمكن ما شفناش من فتره طويله جدا، يعني على ما اتذكر يمكن من مواجهه الوداد في المغرب، اعتقد ما شفناش مباراه الاهلي فيها بيقدم اداء قوي وممتع في نفس الوقت ويفوز بسكور كبير كده. والحقيقه كمان اللي بيزود من ده انه الاتحاد كان منافس قوي ومنافس محترم جدا، ولكن الحقيقه فرق في القدرات خلى النادي الاهلي انه يعني يتمكن من الفوز على الاتحاد ب 4-0. مباراه كانت ممتعه وان شاء الله باذن الله تكون بدايه مهمه جدا الفتره اللي جايه، الشهر اللي جاي، ال 30 يوم اللي جايين دول، انه الاهلي تزيد في فرقته حاله الانسجام. كل ما تزيد حاله التجانس والانسجام بين اللعيبه وبعضها اعتقد ده بشكل كبير جدا يرجع شخصيه وبالتالي يرجع هيبه النادي الاهلي قبل بطوله مهمه جدا زي بطوله كاس العالم للانديه. مساء الخير على حضراتكم. حلقه النهارده فيها كلام كتير جدا عن مباراه امبارح وعلى الماتشات كمان اللي جايه، بس خلوني الاول عشان بتدي الاشاره ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على حضراتكم وحلقه جديده من السادسه. وطبعا اكيد مبروك الفوز بثلاث نقط مهمين جدا في بدايه الدوري، ويمكن مباراه ما توقعتهاش بالسهوله دي على النادي الاهلي. وحتى بعد السكور بتاع امبارح، لا يعني نادي الاتحاد او فريق الاتحاد من اكبر الفرق في الدوري، وشفنا قد ايه بداوا بدايه قويه قدام بيراميدز وقدموا عرض قوي والفوز على بيراميدز، وكمان كانوا مصعبين يمكن مباراه الكاس قدامنا. ولكن السهوله دي ايه سببها؟ اكيد مدرب يعني عامل شغل كبير قوي مع الفريق، علشان بس في ناس شايفه انه عادي اي حد ممكن يدرب النادي الاهلي هيقدر يكسب مباريات ويكسب بطولات، ولكن الحقيقه في مدرب بيجتهد وبيذاكر وفاهم المنافس كويس قوي، وكان يمكن البطل في القصه امبارح قرايته الكابتن حسام حسن وللفريق المنافس. شفنا الحقيقه اداء كبير قوي من الجهاز الفني ومن اللعيبه في الملعب. لو اتكلمنا على مكاسب المباراه فهي كتيره جدا، ومنها الرجاله اللي كانوا في الملعب. اعتقد يعني احمد لما نيجي المره دي نسال الناس افضل ثلاث لعيبه في المباراه هيبقى في كلام كتير، يعني نظرا للاداء الجماعي اللي كان كويس قوي في المباراه. المباراه كان فيها كره حلوه قوي. بس انا عايز اقول لك حاجه ملهاش علاقه، يعني ماتش سوني داب ما كانش فيه كره تقريبا، يعني طبعا سوء حاله الملعب والكره اللي اتلعبت فيه ما يخليكيش تتوقعي انه هيبقى صعب على الجمهور ان هو يختار لعيب، لكن ده حصل. يعني المنافسه بين افضل ثلاث لاعبين في النادي الاهلي في مباراه سوني داب الاخيره كانت منافسه حاميه جدا، وكثير من اللعيبه دخلت، يعني الارقام حاسه بقى المنافسه هتبقى اكتر المره دي. وارد جدا وان طبعا. كان برضو معلول يعني عمل اداء كبير جدا في مباراه امبارح، وشايفه قد ايه في اشاده طبعا بادائه من جماهير النادي الاهلي. كمان كهربا للصراحه كل مباراه عن الثانيه بيزيد انسجام وبيعمل اللي كان جمهور النادي الاهلي مستنيه ومتوقعه منه. اعتقد مع الوقت او كل ثقه ان مع الوقت انه كهربا كمان هيزيد في المستوى اكتر وهيدي اكتر من كده. طاهر الحقيقه بنتمنى له الشفاء، كان هو السبب الحقيقه في المجهود الكبير اللي عمله في الهدف الاول، او كان سبب في الهدف الاول، وده فرق جدا. الهدف الاول ده سهل علينا برضو المباراه بشكل كبير يا احمد. اعتقد لو عدينا المكاسب الكتير واكرم توفيق وحسين الشحات كل مكاسب المباراه والاداء الجماعي والتكتيكي العظيم اللي شفناه امبارح ده وشخصيه البطل اللي انت اتكلمت عليها هنطلع يعني بمكاسب كتير قوي. بس ما يمنعش انه في ناقص، يعني في حاجات محتاجين برضو نشتغل عليها ونطورها، لانه طبعا يبدو كمان انه غياب رقم 10 عن النادي الاهلي امبارح في بدايه المباراه عمل لنا ازمه الى حد ما. الربط بين الخطوط يمكن ما كانش فيه احسن مستوياته، لكن في النهايه المباراه فيها مكاسب كتيره جدا. طيب نفكر حضراتكم اخر مباراه في شهر 12 في اخر شهور 2020، مباراه الاهلي والاتحاد. مطلوب من حضراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، سواء صفحتنا على الفيسبوك او على تويتر او على انستغرام، حضراتكم تخشوا تختاروا مين افضل ثلاث لاعبين في المباراه. اعتقد انها مهمه مش هتكون سهله على الاطلاق، والحسم فيها بالنسبه لنا كنتيجه يعني نعلن عنها مش هيكون برضو بالسهوله، لانه اعتقد ان هيكون في منافسه بين عدد كبير جدا من اللاعبين. هنتابع مع حضراتكم، وخصوصا انه الاختيار ده وهتكلم معاكم على مدار الحلقه بالتفصيل يحسم الى حد كبير جدا في ظل منافسه
شرسه بين اكتر من اسم في ماتشات النادي الاهلي لغايه النهارده، ما نقدرش نقول مين افضل لاعب في شهر 12. اعتقد انه نتيجه مباراه الاتحاد هي اللي هتحسم ده بشكل كبير. نطلب من حضراتكم مره ثانيه على صفحه قناه الاهلي على مواقع التواصل المختلفه تصوتوا مين افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والاتحاد. نبدا مع حضراتكم حلقتنا باهم الاخبار والعناوين. ربيع وقفشة ينتظمان في تدريبات الأهلي بعد سلبية مسحة كورونا. عبد الحفيظ يكشف مدة غياب طاهر عن تدريبات الأهلي. تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي وأجايي يبدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية غدا لمناقشة أزمة تطبيق تقنية الفيديو بالدوري. كورونا يضرب مانشستر سيتي وإغلاق ملعب التدريبات. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توخيل. يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبتدي بقى حلقتنا ونتكلم بدايه، خلينا نعلن عن نتيجه افضل ثلاث لاعبين من اختيار جماهير النادي الاهلي في ماتش الاهلي وصني داب. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم يمكن المباراه ما كانتش ممتعه، لكن على العكس من ده تصويت الجمهور يمكن كان اكثر سخونه من الماتشين الاولانيين، ماتش المقصه وماتش المحله. في مباراه صني داب فاز بالمركز الاول حسب تصويت الجماهير طبعا، أليو ديانج نجم خط وسط النادي الاهلي بعد مباراه اكثر من رائعه، واعتقد ان جزء كبير من تصويت الجماهير كان بسبب الهدف اللي حسم به النادي الاهلي المباراه واللي احرزه أليو ديانج. في المركز الثاني جه نجم خط الدفاع طبعا، والصفقه الحقيقه اللي كتير من الناس شادت بيها السيزون ده في بدايته، كابتن بدر بنون احتل المركز الثاني في تصويت الجماهير. وفي المركز الثالث الحقيقه كان برضو واحد من نجوم المباراه كابتن حمدي فتحي، والماتش بعد او مباراه بعد مباراه تحس انه حمدي مركز جدا وبيرجع الحقيقه لمستواه فيما قبل طبعا الابتعاد عن التشكيله الاساسيه. دول الثلاث لاعبين اللي فازوا بالمراكز الثلاثه الاولى، واعتقد بعد ثلاث مباريات خليني اقول انه لسه ما فيش حد قادر يفرق. يعني احنا اتفقنا انه في كل مباراه هنختار ثلاث لاعبين، صاحب المركز الاول بياخد ثلاث نقاط، وصاحب مركز ثاني بياخد نقطتين، وصاحب مركز ثالث بياخد نقطه واحده، والنقاط دي هتتجمع على مدار الموسم. لكن النهارده في لما نيجي نبص بقى بعد ثلاث مباريات في المركز الاول هنلاقي في اكتر من لاعب بيتنافس، عشان كده بتيجي جدا اهميه التصويت في ماتش الاهلي والاتحاد. يعني اعتقد انه الفائز بجائزه افضل لاعب في شهر ديسمبر هيتحسب من خلال تصويت حضراتكم على افضل لاعب في مباراه الاتحاد، واعتقد اللعيب اللي هيقدر ياخد اكبر قدر من النقاط المركز الاول طبعا هيقدر يفرق بشكل كبير جدا على كل اللاعبين الموجودين في دائرة الضوء زي ما بيقولوا لغاية اللحظة اللي احنا فيها. بعد كل مرة بنعلن النتيجة بسألك، كان انت بقى ايه رأيك؟ أنا أعتقد يعني انت مع ديانج وبدر بنون وحمدي فتحي وبنفس الترتيب؟ بصي انا عايز اقولك انه عشان برضو ما نظلمش بقية فرقة النادي الاهلي، في ناس كتير جدا كانت قريبة، يعني اكرم توفيق كان دخل بقوة، محمد شريف كان داخل بقوه، كهربا كان داخل بقوه في عملية التصويت. ايوه رايك بقى؟ لكن انا بشوف انه ديانج، يعني ديانج اللي برضو في كل يعني مباراه يعني انت تمام لا في كل مباراه بتبقى في الاجابه واضحه مش محتاجه. يعني الماتش اللي قبله لما قلنا محمد شريف كان الحقيقه في اجماع كبير جدا طبعا من الجمهور على محمد وأنا شريف، وانا بقول لك المره دي في اجماع كبير من معلول، من اول ما السؤال نزل على معلول ان هو هيبقى التوب. لسه هنشوف طبعا لسه بدري على ماتش الاتحاد. هو الحقيقه ماتش الاتحاد انا يعني شايف لعيبه كتيره جدا تستحق، يعني الشحات من اول ما نزل قدر، عارفه اللعيب لما بيبقى جاي من بعيد بيبقى صعب شويه عشان يدخل وياخد حساسيه الماتشات، لكن الشحات كان فورمه جدا وحاطط جون ولا اروع وعامل اسيست ولا احلى. طاهر طبعا لغايه هنطمن عليه طبعا النهارده مع حضراتكم، طاهر لغايه لما خرج كنت تحس انه ابتدى يخش، يعني طاهر كان غريب شويه الماتشين اللي فاتوا، لكن غريب على فرقه الاهلي اقصد اقوله طريقه اللعب، لكن امبارح تحس انه طاهر جاي يقول لا انا خد ثقه على فكره اكتر يا احمد، وكان بيقدر ياخد الكوره من نص ملعبنا لنص ملعبهم بسهوله. كان الاختراق اللي عمله يا ساره كان في ثقه في الاسيست بتاع الكهرباء الجول الاول. هو ده طاهر محمد طاهر، دي حقيقة. يعني هي دي كوره طاهر محمد طاهر، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا بسرعه ومستنيين منه كتير. محمد شريف والتفنيشه بتاعته علوله طبعا، والاسيست العالمي اللي عمله الاكرم توفيق، والاكرم برده حاطط جون ولا اروع الحقيقه، متواجد في مكان صح مخلص الكوره. فامبارح هيبقى في حيره شويه
مين افضل ثلاث لاعبين في ماتش الاهلي ده رايي. خلينا نقول شويه احصائيات كده للناس يا احمد. هنتكلم طبعا على احصائيات النادي الاهلي دلوقتي خلال سنه 2020. يمكن النادي الاهلي لعب 42 مباراه، خليني اقولهم لحضراتكم بالظبط، كانوا في كاس مصر 4 مباريات و9 في افريقيا، وفي الدوري 28 مباراه، والسوبر طبعا مباراه واحده، مباراه السوبر. طيب قدرنا ان احنا نحقق الفوز في 32 مباراه، الهزيمه كانوا مباراتين بس. النادي الاهلي قدر ان هو يتعادل في 8 مباريات، والاهداف 76 هدف، والبطولات طبعا قدرنا ان احنا نحقق 3 بطولات، وده طبعا خلال سنه 2020، مش السيزون، السنه بتاعه 2020، السنه الميلاديه خلال 12 شهر بتاع 2020. دي كانت ارقام النادي الاهلي، وتاكيدا على كلام ساره بالارقام المحترمه اللي حققها الاهلي في 2020، خليني اقول لحضراتكم الكلام اللي انا بقوله ده كوره، يعني الكلام ده لما بيجي يعني بعيدا بقى على فكره عامل الارض وعامل الجمهور وقوه الفريق المنافس، ده المعدلات اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي دي كوره النادي الاهلي اللي قدمها على مدار سيزون 2020، رغم النقص ورغم الغيابات ورغم ايقاف المسابقات لفترات طويله جدا، لكن الاهلي قدر يحقق معدلات اكثر من رائعه. وانا بقول لحضراتكم لو استمر الاهلي على نفس المعدلات دي بعد الاضافات والاسماء اللي اعتقد انها كبيره جدا ومؤثره جدا اللي اضافت على سكواد النادي الاهلي، اعتقد لو الاهلي قدر يحافظ على نفس المعدلات دي اعتقد انه قادر على حسم كل البطولات اللي هيدخل فيها ويشارك فيها في 2021. هحط بس بره ده كاس العالم للانديه، لانه دي ليها ظروف خاصه وليها استعداد خاص، واتمنى بس انه يعني انا اقصى طموحي انه الاهلي السنه دي نقدر نوصل فاينل ان شاء الله. معدل التهديف 3.3 هدف، ودي تعتبر اعلى او اعلى، يعتبر اعلى معدل في التهديف على مستوى فرق اللي شاركت في مسابقه الدوري العام. معدل التمريرات الصحيحه، وده معدل مهم جدا، واعتقد ده هياكده مستر موسيماني اللي بيعتمد على اسلوب الكره، نقل الكره او بنى الهجمه من ورا لقدام وتسليم الكره من رجل لرجل. الراجل قلامه ما بيعتمد على الطوليات او الكور الطويله. معدل التمريرات 603 تمريره في كل مباراه، منهم 512 تمريره صحيحه بنسبه 85%. معدل خلق الفرص في كل مباراه، الاهلي عنده القدره، ده متوسط طبعا، انه يخلق 10 فرص للتهديف في كل مباراه، وده معدل مرتفع جدا جدا جدا، خصوصا لما نقول انه الى حد كبير على في 2020 انت بتشارك في 3 بطولات، وبالتاكيد قابلت اكبر فرق على مستوى الدوري المحلي واكبر فرق على مستوى البطوله الافريقيه، بما انك انت كنت وصلت للنهايه وكنت حامل اللقب. معدل التصويبه على المرمى 14 تصويبه في كل مباراه، منها 7 تصويبات بين ال3 خشبات، وده برضو بيعتبر اعلى معدل في على مستوى فرق الدوري المصري. وبالتالي احنا بنتكلم مش بس على المعدل التهديف او اقوى هجوم او اقوى دفاع، لكن كمان القدره على الاستحواذ، القدره على التمرير الصحيح، القدره على خلق الفرص، القدره ايضا على انك انت تعملي تصويب على المرمى. كل دي الحقيقه معدلات بتترجم او بتعكس طبيعه نوع الكوره اللي بيقدمها او بتقدمها فرقه النادي الاهلي. خلينا نبدا بقى اخبارنا يا احمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اللي اعلن سلبيه مسحه الثنائي رامي ربيعه ومحمد مجدي قفشه، والحمد لله تعافيهم التام من فيروس كورونا. واشار كابتن سيد عبد الحفيظ لان الثنائي هينتظموا خلاص في التدريبات الجماعيه للفريق بدايه من بكره استعدادا لمباراه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه، وكمان عمرو السولية لاعب وسط الفريق هيجري مسحه طبيه جديده خلال الايام اللي جايه عشان يحددوا موقفه من العوده للتدريبات الجماعيه للفريق. طبعا بنتمنى له الشفاء هو كمان ويرجع بالف سلامه للتدريبات الجماعيه، وخصوصا مباراه وادي دجله مباراه مهمه جدا، وفريق وادي دجله فريق قوي في الدوري المصري، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نظهر قدامه باداء قوي ونتيجه قويه زي ما شفنا امبارح ان شاء الله مع بدايه سنه جديده. كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين، يا رب تكون سنه بالخير والامن والسعاده على كل المصريين بشكل عام وعلى الاهلاويه بشكل خاص. بيتهيالي مع بدايه السنه هنبتدي نستعيد اسماء غابت عن النادي الاهلي بسبب الاصابات من فترات طويله جدا، واولهم الحقيقه قفشه وربيعه، ونتمنى ان شاء الله للعيبه الباقيه الف سلامه. بمناسبه طاهر، الواحد حط ايده على قلبه الحقيقه امبارح اول ما طاهر خرج، وحس ان فيه كان واضح كده من البدايات انه في مشكله كبيره.
رغم انه ما كانش واضح في الملعب يعني انه في احتكاك عنيف او ان في مشكله كبيره تؤدي لخروج طاهر واستبداله في ماتش الاتحاد، لكن الحقيقه يمكن خصوصا كمان بعد ما اتصف في المباراه الاولى الغرزتين اللي خدهم، يعني الواحد حس ان الراجل بيبتدي مشواره مع الاهلي وفي مشاكل. لكن اطمن حضراتكم، وده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال النهارده، ان طاهر ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيرجع ينضم للتدريبات الجماعيه يمكن في خلال 5 ايام، واكد انه الحمد لله هم كان عندهم شك انه اصابه طاهر كسر في احد الضلوع، لكن الحمد لله طاهر عمل اشعه وثبت انه بيعاني بس من كدمه شديده شويه، فان شاء الله باذن الله هيحصل هو على راحه سلبيه النهارده من التدريب الجماعي للفريق، ويبدا من بكره ان شاء الله علاج طبيعي لغايه لما يرجع يشارك في التدريبات الجماعيه في خلال 5 ايام. زي ما قلت لحضراتكم طاهر اعتقد انه ابتدى ينسجم ومستنيين منه ان شاء الله كتير في الفتره اللي جايه. نروح لكابيلو رانجواجا مدرب احمال الفريق اللي قاد اللعيبه النهارده في جانب من التدريبات البدنيه، واللعيبه ادوا جانب من تدريبات الجري وتدريبات بدنيه متنوعه بالكوره مع بدايه التمرين النهارده في فقرات طبعا قادها مدرب الاحمال. وجونيور اجاييه زي ما قلنا لحضراتكم لاعب وسط الفريق بدا في ان هو ينفذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في الجيم على هامش التمرين الجماعي الفريق اللي كان النهارده الصبح على ملعب التاتش. وزي ما حضراتكم عارفين أجاي كان تعرض لإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات. طيب نروح لخبر عن الفار النهاردة. حضراتكم عارفين إن السيزون اللي فات إحنا ابتدينا نطبق الفار، التجربة ما كانتش يعني النتائج اللي إحنا كنا متوقعينها ما كانتش الحقيقة على قد المستوى، يعني إحنا كنا مستنيين حاجة أحسن من كده، كنا مستنيين إنه الفار يساعد الحكم في مهمته ويمحي بقى أو طيب خلينا قبل ما نتكلم على الفار والتطورات الخاصة به خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان يكلمنا عن أهم تفاصيل تدريب النادي الأهلي النهاردة. مساء الخير يا شريف، بداية طبعا كل سنة وانت طيب، ويعني تكلمنا كده على معالم تدريب النادي الأهلي النهاردة الصبح، تقول لنا إيه أهم العناوين؟ مساء الخير زميلي أحمد وزميلتي سارة ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، حضرتك طبعا طيب وبألف خير وكل مشاهدينا وكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. عام جديد باذن الله رب يكون كله انتصارات يا رب للنادي الاهلي 2021. يمكن خليني الاول اقول لك التمرين بدا في الساعه 11 صباحا، طبعا ما حضروش مستر بيتسو موسيماني نظرا ان الجهاز بكره باذن الله يكون موجود في التمرين، كهربا كان عنده يمكن دور برد باذن الله بكره باذن الله يكون موجود في التمرين باذن الله. بكره هيكون في دكتور طبعا جديد للنادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله، طبعا سلبيه عينه قفشه وربيعه. طمنك على ملف الاصابات يمكن بصفه خاصه طاهر محمد طاهر يمكن كدمه والحمد لله هيكون مشارك في التمرينات الفتره المقبله. جيراردو عنده شد في عضله السمانه او مزق في عضله السمانه هيغيب حوالي اسبوعين، اجاي مش هيلجا الى التدخل الجراحي، اجاي هيشتغل البديل علاج طبيعي وهيكون موجود باذن الله بعد 3 اسابيع باذن الله، وهيلحق كاس العالم للانديه باذن الله. كريم نتفت باذن الله في اول شهر واحد باذن الله، في اول اسبوع في شهر واحد باذن الله هيكون متواجد، محمد محمود في اول شهر 2 باذن الله، في اخر شهر 2 باذن الله هيكون محمود متولي متواجد باذن الله مع فريق النادي الاهلي. ده على الـ يعني الملف الطبي في النادي الاهلي. بكره التمرين هيكون الساعه 3 عصرا، طبعا استعدادا لمباراه دجله اللي هتكون يوم الجمعه الساعه 7:30 على استاد الاهلي والسلام. النهارده كان في تمرين خفيف ريكفري من كل اللي شارك في مباراه امس اللي انتهت بفوز كبير على فريق الاتحاد 4-0، وبكره باذن الله يكون التكتيك الخاص بمباراه وادي دجله، وهيحضر التمرين بكره باذن الله مستر بيتسو موسيماني مع باقي الجهاز. النهارده كان في محاضره علشان خاطر التركيز في مباراه دجله، والكابتن سيد عبد الحفيظ حذر من خطوره فريق دجله واتكلم وقال فريق قوي جدا وبيلعب كوره سريعه، فلازم نكون من اول دقيقه جاهزين لهذه المباراه ونفتش المباراه ب3 نقاط تضافوا الى رصيد النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، دي كانت اخبار تمرينة النهارده وماتش. انا بيتهيألي انه اي فرقه، واحنا متفقين بقى خلاص دي قاعده مع محفوظه، انه اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي بتقدم اقصى ما عندها، وبالتالي ما فيش يعني مباراه بالنسبه للاهلي هتكون سهله، المباريات السهله دي مش في قاموس الاهلاويه، فبالتالي كل ماتش احنا بندخله احنا عارفين انه ماتش صعب وعارفين انه الفريق اللي قدامنا يعني حتى لو خد نقطه مننا بالنسبه له ده مكسب كبير جدا. طيب ارجع للفار مره ثانيه، وكنت بقول لحضراتكم السيزون اللي فات تجربه مش سيئه، يعني دايما البدايات بيبقى فيها شويه اخطاء. الحقيقه يمكن اللجنه الثلاثيه لاداره اتحاد الكره برئاسه احمد مجاهد هتعقد بكره اجتماع مهم مع انديه الدوري عشان يناقشوا
الازمات الخاصه بتطبيق تقنيه الفار في ماتشات الدوري، وخصوصا انه في كتير من الانديه انت عارفه يا ساره يعني اشتكت من الموضوع ده، ويمكن بعض التقارير الفنيه اثبتت فعلا في انه في وجود مشكلات فنيه في تطبيق التقنيه، ابرزها ضبط عمليه التسلل. يمكن الشركه الاسبانيه اللي كانت مسؤوله عن تنفيذ التقنيه دي في مصر كانت طلبت من اتحاد الكوره انه يدفع لها 100,000 يورو، دي عباره عن مستحقات للشركه عن تطبيق التقنيه في الدوري الجديد 2020-2021، بجانب ان ليها بعض المتاخرات من الموسم الاخير، وده وفقا لكان اتفاق مبرم بين الشركه الاسبانيه واللجنه الخماسيه اللي كانت مكلفه قبل كده طبعا باداره اتحاد الكوره برئاسه عمرو الجنايني. اللجنه الحاليه بدايه بترفض انها تدفع المبالغ المستحقه للشركه الاسبانيه بداعي وجود بعض الملاحظات على تطبيق تقنيه في الدوري. وانا كلمت حضراتكم قبل كده على الناحيه الفنيه والتقنيه، يعني مهم جدا طبعا الناحيه التقنيه وتدريب الحكام عليها ورخصه الحكام لممارسه مهام عملهم كحكام فار، ده شيء مهم واعتقد ان احنا قطعنا فيه مشوار كويس جدا، لكن عشان تكتمل المنظومه وتكتمل بشكل ادق تكتمل فعاليه المنظومه، لا ده في حاجات تانية كتير جدا لابد انها تكتمل، حاجات ليها علاقه بقواعد البث التلفزيوني، حاجات ليها علاقه بالاخراج، حاجات ليها علاقه بكاميرات، بجوده الكاميرات او مستوى الكاميرات اللي بتنقل المباريات في الملعب، كل ده هو اللي بيظهر التفاصيل الواضحه للحكم عشان ياخد بيه قرار. لو الصوره دي مش مكتمله ما تستناش، عشان ما برضو ما نتقلش على حكامنا ونطلب منهم المستحيل، ما تستناش منهم النتيجه المرجوه. اذا ما اكتملتش المنظومه بشكل كامل، كاميرات بث تلفزيوني، اخراج ونقل تلفزيوني على الهواء على اعلى مستوى، مش هناخد حاجه من الفار زي ما احنا منتظرين. وزي ما انت قلت يعني هو المفروض الفار ده علشان نقلل الجدل اللي بيحصل التحكيمي، بس هو عمال يزود الجدل وفلوس كتير بتدفع على انه في الاخر فعلا كل الانديه بتشتكي وجماهير الانديه دي بتشتكي، ما بتبقاش راضيه الحقيقه عن النتيجه في الاخر. صحيح. نتمنى طبعا يكون في تدريب على اعلى مستوى، يكون في اجراءات احسن من كده، انه التقنيه دي تطبق بالطريقه المثاليه في الدوري المصري. انت عارفه لقطه واحده ممكن تعمل مشكله كبيره جدا لو مش متصوره من اكتر من زاويه، ولو التصوير بالزبط. او النقل التلفزيوني مش جودة وضوح الصورة مش على أعلى مستوى، حاجات كتير جدا ما بتبانش، وإحنا شفنا في أكتر من إعادة وأكتر من لقطة إنه الكرة مش واضحة بشكل كبير تخليكي تاخدي قرار واضح وسهل. هنروح لمانشستر سيتي. نروح لمانشستر سيتي. فيروس كورونا الحقيقة ضرب صفوف فريق مانشستر سيتي وأجبر النادي على إنه يأجل مباراته ضد إيفرتون اللي كان مقرر ليها المفروض تكون كانت امبارح يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جه قرار السيتي ده بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق، والنادي ما قالش في بيانه عدد الإصابات لحد دلوقتي، بس قال إن التأجيل ده جه خوفا من مزيد من الانتشار للفيروس في صفوف الفريق. ويمكن كانت صحيفة دالي ميل البريطانية كمان قالت أن فيروس كورونا تمكن من صفوف فريق مانشستر سيتي وأصاب أكتر من شخص لاعبين وإداريين، مما تسبب في تأجيل المباراة. والسيتي كان أعلن من أيام إصابة الثنائي جابرييل خيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا الحقيقة قبل ارتفاع عدد الإصابات قبل مواجهة إيفرتون. بعد تأجيل المباراة قررت إدارة السيتي إغلاق ملعب التدريب إجراء احترازي، ومفروض يخضع كده كل في الفريق لاعبين وإداريين لاختبارات النهاردة، هتظهر نتائجها بكرة الأربع إن شاء الله لتحديد مدى إمكانية خوض مباراته اللي جاية ضد تشيلسي المقرر ليها يوم الحد اللي جاي اللي هو 3 يناير في الجولة 17 من منافسات البريمير ليج. فيروس كورونا عائد وبقوة. الخوف كله من الشهر الجاي، يعني انا حقيقه شايف انه وده ملوش علاقه بالرياضه وبالكره بس، كره القدم يعني، ده ليه علاقه بالعالم كله الحقيقه. الشهر الجاي شهر في منتهى الحساسيه، واعتقد انه اذا كنا بناخد بالنا في الايام الاخيره ايراد، فاحنا محتاجين ناخد بالنا 24 ايراد في الشهر اللي جاي. خدوا بالكم على نفسكم، خدوا بالكم على اولادكم، قللوا يعني الاحتكاك بالناس على قد ما تقدروا، الاماكن اللي فيها تجمعات ارجوكم تتفادوها بشكل كبير جدا، ونتمنى انه الشهر الجاي يعدي على خير. نختم اخبارنا ببي اس جي وباريس سان جيرمان اللي اعلن خلاص اقامه، مش عارف ليه مصمم من اول عناوين على اقامه، هو اعلن اقاله توماس توخيل مدرب الفريق، رغم انه الراجل حقيقه حط بصمه وقدر يحقق كتير من البطولات مع بي اس جي، بس يمكن البطولات دي ما كانتش على مستوى طموح الاداره. ليوناردو المدير الرياضي ل بي اس جي قرر اقاله توماس توخيل، وبعد ما قدم له الشكر طبعا على الفتره اللي قضاها
مع الفريق، نجح في خلالها في حصد اكثر من لقب، لكن يبدو انه احلام اداره باريس سان جيرمان بتتخطى بكثير جدا البطولات المحليه، واعتقد انه عينهم طبعا على دوري ابطال بحكم النجوم الكبيره وبحكم التكلفه العاليه، القيمه السوقيه الكبيره جدا اللي بيتمتع بيها فريق باريس سان جيرمان، ولكن ما زال اللقب الاوروبي غائب عن البي اس جي. مين هيكون الرجل القادم؟ لسه ده اللي ما تمش الاعلان عنه، وان كنت اعتقد انه مش بس المشكله في وجود مدير فني على مستوى عالي، المشكله في سيكولوجيه اللاعبين، وفي اوقات كثيره جدا لما عدد النجوم في الفريق بيكون ازيد من اللزوم ده يمكن بينعكس سلبيا او بيكون له اثر سلبي على اداء الفريق. تتوقعي او تتمني مين يكون مدرب للبي اس جي في الفتره اللي جايه؟ بوتشينو، ومن الوارد جدا توماس توخيل يدرب ارسنال. توماس توخيل، ارتيتا عامل شغل مع ارسنال؟ لا مش شغل ايه يعني، ده هو يعني الماتش اللي فات بس يا احمد. لا ارسنال ده اسوأ بدايه ليه في الدوري الانجليزي من كتير قوي، وبعدين ده قرب من ان هو يهبط من الدوري الانجليزي. انا بتكلم ساعه ما تولى المسؤوليه، مش بس بتكلم على السيزون ده، خصوصا انه الفريق برده غايم غايب عنه حديثا. يعني ارسنال بيضيع بينهار، وانا انت عارف انا مش بشجع ارسنال، بس هو نادي عريق وما صعبان عليك يا سارة. متضايقه طبعا متضايقه. هنتكلم على الدوري الانجليزي، واعتقد هيبقى في كلام معانا عن ليفربول وعلى صلاح في السادسه طبعا مع ساره، بس بعد الفاصل. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. برحب بحضراتكم مره تانية، ومن المواضيع اللي شغلانه قوي في مصر الحقيقه فكره محمد صلاح مكمل مع ليفربول ولا لا، محمد صلاح رايح ريال مدريد ولا لا، طب هو ليه مش مبسوط في ليفربول؟ كلام كتير قوي في الموضوع ده الفتره اللي فاتت، كان طبعا الناس بتتداوله وبتتكلم عنه انه خلاص محمد صلاح متضايق بعده، وهو نفسه صرح لجريده اس المدريديه الاسبانيه المدريديه ان هو متضايق من ساعه ما يورجن كلوب ادى الشاره لارنولد وما كانتش ليه، وقال ان هو حس باحباط كبير جدا بعد موقف زي ده. يمكن بعدها يورجن كلوب طلع ورد على الكلام ده وقال انه محمد صلاح مبسوط جدا في ليفربول، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه تخلي اي لاعب يمشي من ليفربول، لان احنا نادي كبير وان احنا بندفع فلوس كويسه جدا زي الانديه الثانيه، وانه طبعا عندنا جمهور كبير وقاعده جماهيريه كبيره جدا في العالم كله. يعني اوحش حاجه بس في ليفربول هي ممكن تكون الطقس او الحاله الجويه، وانه الميديا او الاعلام هو اللي عايز يعمل المشاكل دي ويطلع ان في مشاكل وان محمد صلاح متضايق، ولكن تصريحاته كانت طبيعيه. طبعا الناس شايفه انه تصريحات ما كانتش طبيعيه ابدا، وانه خصوصا لما جه يتسال على برشلونه وريال مدريد كان رده انه هو يعني منفتح لاي حاجه، ولكن يعني دي حاجه في ايد النادي وفي الوقت المناسب. الكلام ده كله وتوقيت ظهور محمد صلاح مع جريده اس المدريديه، وليه بقول مدريديه؟ لانه يعني ناس بدات تتكهن انه خلاص لا ده محمد صلاح قرر ان هو هيروح ريال مدريد بعد انتهاء الموسم بتاعه مع ليفربول، وكمان انه محمد صلاح خلاص ما بقاش مبسوط، وخصوصا بعد خروج تقارير صحفيه اسبانيه بتاكد انه ريال مدريد بدا في مفاوضات وبدا يتكلم على ان هو عايز محمد صلاح. كل دي حاجات مش مؤكده، ولكن احنا بنحاول نشوف اخر الاخبار دايما، ويعني خلينا نروح كده برضو عبر سكايب من ليفربول صحفي هناك طبعا اسمه راد شمايل بموقع بوليش ريدز الانجليزي، عايزين نعرف اخر الاخبار ونعرف الناس اخر الاخبار طبعا في موضوع محمد صلاح. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير جميعا، اهلا بكم. اكيد طبعا كل سنه وانت طيب، وبمناسبه طبعا الاعياد والسنه الجديده، عايزه اسالك بقى في البدايه عن كل الانباء اللي بتتردد حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول، وان هو مش مبسوط في ليفربول، وانه في توتر في العلاقه بينه وبين يورجن كلوب، ما مدى صحه الانباء دي؟ ما أعتقده هو أن الحقيقة فيما يتعلق بهذه الأخبار هو ليس تمثل بالحقيقة بأي صلة، ده من خبرتي ومن موقفي الشخصي، لأني كذلك من خلال أبحاثي يمكنني القول أن يورجن هو سعيد بوجود صلاح، وأن محمد صلاح كذلك أعتقد أنه سعيد في ليفربول، هو بالطبع لاعب محترف
وبالتالي يود أن يقدم أفضل ما لديه، وهو قدم الكثير من الأجوال للفريق وكان دائما فعال، وهو طبعا صورة من البروفيشنال الخاصة جدا. وأنا بالتالي لن أتبع مثل هذه الأخبار، لأنني حتى الآن أعرف كلوب منذ سنين طويلة منذ أن وصل إلى ليفربول، ويمكنني أن أثق في رأيه وكلماته وماذا يقوله أيضا، يعني ما يقاله على يعني خلال اللقاءات الصحفية. يعني يمكننا القول أن السبب الوحيد الذي قد تجعل من صلاح غير سعيد في ليفربول هو كما قال بسبب الطقس هناك، وهي بالطبع نكتة، لأني في الآخر لن أثق في أي من هذه الأخبار أو الأصوات، لأني أعرف أنه سعيد في ليفربول. طيب يعني في برضو كلام بتقال أنه إدارة نادي ليفربول بتحاول أن هي تقنع صلاح بالاستمرار لمواسم إضافية أو أكتر مع الفريق عبر الضغط بورقة زيادة المرتب الأسبوعي. نعم، إن هذا الأمر اسمحوا لي لا يمكنني أن أؤكد حقيقته من عدمها، لأن ليفربول لأن إدارة ليفربول في هذه الحالة تود أن يعني في العموم أن تجعل مثل هذه التفاوضات تفاوضات سرية، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن هناك عقد مع اللاعب، وبالتالي هناك قناة شرعية لمثل هذه المفاوضات، ولن يمكنني بإذن القول أن هناك ضغوط على الفريق أو من خلال أو يعني أو ضغوط من الإدارة على محمد صلاح للبقاء في النادي من خلال إضافة راتبه، ولكنه بالتالي من خلال عقده وهو مضطر باللعب للفريق وهو ذو قيمة. ولكن كل هذه التساؤلات التي تدار حول الأمور المالية اسمحوا أن أقول لي هي ليس ذات قيمة حتى الآن. وما أعتقده شخصيا هو أن محمد صلاح سعيد في ليفربول وأنه سيبقى به يعني لفترة طويلة إن شاء الله. طيب يعني وفقا لمصادرك، هل في أي عروض رسمية أو تواصل من جانب أندية أوروبية كبرى أبرزها ريال مدريد أو برشلونة أو سان جيرمان مع إدارة ليفربول أو وكيل محمد صلاح للتعاقد معاه خلال المرحلة اللي جاية، وخصوصا ريال مدريد لأنه في الحقيقة كتير من التقارير الإسبانية اللي أكدت أنه في مفاوضات بدأت من جانب نادي ريال مدريد؟ نعم طبعا كل هذه الأخبار تصلني، ولكن هي كلها أخبار صحافة، نحن كلنا صحفيون، وبالتالي حضرتك وأنا والصحفيون الأسبان عليهم أن يكتبوا شيئا حتى يبيعوا هذا ما يقوم به الأسبانيون، ولكن هم يريدون خلق قصة وهذا أمر مختلف، لأن من وجهة نظري ومن مصادري لم أسمع بأي أخبار في هذا الاتجاه نحو أن صلاح سوف يقوم بالتعاقد مع ريال مدريد أو برشلونة أو بي اس جي. ونحن بالطبع ندخل في مرحلة الانتقال الشتوي، نفذت الانتقالات الشتوية على العموم، لا أعتقد أن سوف يكون هناك أي اتصالات، وإن كانت هناك اتصالات اسمحي لي أنا لن أثق بها حتى الآن، لأن ليفربول أعتقد أنه سوف يرفضها جميعا. طيب أنت من وجهة نظرك شفت إزاي الأزمة الأخيرة اللي حصلت أو الإحباط اللي قال عليه محمد صلاح بعد طبعا ما كانش ليه نصيب أنه هو يلبس شارة القيادة في مباراة الأخيرة من دوري الأبطال؟ أن تكون كابتن لفريق كبير مثل فريق ليفربول هو بالطبع شيء يرغب فيه الجميع، هذا كبداية، ولكن كما ذكرت لسيادتك محمد صلاح هو لاعب طموح ولديه الحافز والدفع، ولكن أن نمنحه شارة الكابتن وهو بالطبع أمر مهم جدا لنادي ليفربول، ويمكننا أن نسمع يعني أن نحلل ماضي الفريق ونرى من هم كانوا كباتنه زي فيل تومسون. فبالتالي يعني ما يدور الآن حول هذه النقطة اسمحوا أن نقول لي هو أمر مهم جدا للاعبين المحليين، يعني سوف يتنافس عليه الجميع، ولكن أيضا في السابق كان لدينا كباتن أجانب، ولكن يعني كانت تواجه الرفض من اللاعبين بعض الشيء،
واسمحوا لي ان اقول ان يعني الحصول على لقب الكابتن في فريق هو يعني اشبه بحلم للكل، ولكن يورجن كلوب حارب كثيرا ان يكون يعني ان يكون الحفاظ على كابتن الفريق الحالي، لان يورجن كلوب وان كان يثق في صلاح ثقه كامله ويثق كذلك في طموحه وفي قدراته، ويعلم ايضا ان محمد صلاح سوف يعمل كل ما في استطاعته لحمل فريقه على الكسب، وبالتالي محمد صلاح ليس محتاجا لاي تحفيز اخر. ان كان يعني ان اصبح في يوم كابتن الفريق هي بالطبع شيء يضاف له، ولكن علينا اولا ان نسال محمد صلاح اذا كان يود ان يكون كابتن الفريق ام لا. طيب ازاي شايف فرص محمد صلاح في المنافسه على التتويج بلقب هداف الدوري الانجليزي وافضل لاعب في البريمير ليج الموسم ده؟ محمد صلاح يود طبعا ان يحصل على هذه الالقاب مجددا، يعني ان يضيف هذه الكؤوس الى كؤوسه، ولكن ان تكون الهدف الاول للبريمير ليج هو طبعا افضل شيء او افضل اعتراف على مستوى العالم، ومحمد صلاح هو بالفعل افضل لاعب او واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم ككل، ولكن بالنسبه له ان يكون الهدف الاول هو بالطبع نجاح كبير، وانا ارى واعلم انه سوف يقدم افضل ما لديه لتحقيق افضل اكبر عدد من الاهداف حتى يحصل ثانيا على هذا اللقب. ونحن نتذكر ان صلاح لم يحصل عليه السيزون الماضي، وان كان حصل على لاعب على افضل لاعب في المواسم السابقه ولكنه لم يحصل عليه، وان يعود ويحصل أن يعود بهذا اللقب مجددا إلى منزله، بالتالي هو شيء جميل له وكذلك تحقيق نجاح كبير للفريق ككل. مع خروج التقارير الكتير دي من الصحافة وقت الأزمة بين صلاح ويورجن كلوب أو أزمة شارة القيادة، إزاي الناس استقبلت، إزاي الناس في ليفربول استقبلت خبر احتمالية انتقال محمد صلاح لنادي تاني ودوري تاني تماما، يعني ممكن كمان كان يكون الدوري الإسباني، إزاي الناس في ليفربول أعتقد يعني في حب كبير من جماهير ليفربول لمحمد صلاح وان هم يشوفوا الفريق من غيره والفتره اللي جايه كان بالنسبه لهم يبقى ازمه كبيره او مشكله كبيره، ازاي الناس كانت بتستقبل التقارير دي وهي بتتابعها على الانترنت؟ ما اعتقده هو انه كان لديهم نفس نقطه التقارب التي لدي الان، انا تكلمت مع العديد من مشجعي ليفربول واتحدث معهم على مستوى اليومي، وكل هذه الاشاعات التي تدور هي طبعا اهتمامنا الاول، ونقوم بتفنيدها يوميا، وديسكاوس يرى مثلا ان هذه الاخبار هي يعني ليست ذو قيمه كما سبق وقلت، وان الاخبار الاسبانيه قامت باختلاق مثل هذه القصه حتى تقوم بالبايع. نعم، ولكن اسمحوا لي، من يكون يعني المحققين والصحفيين والرياضيين المقيمين في ليفربول يعلمون ان هذه ليست بحقيقه. بشكرك جدا رادو شمايل الصحفي بجريدة بولش ريدز، كنت معانا على شاشة قناة الأهلي. طبعا كل الأخبار دي فعلا هي الاهتمام الأول في ليفربول، أخبار محمد صلاح، وعندنا طبعا اهتمام كبير في مصر بيها، ولكن حسب كلام الصحفي الإنجليزي أنه ما فيش أي حاجة أو أي مشكلة، وأن صلاح مكمل في ليفربول، وزي ما دايما بقول مكمل في ليفربول، رايح ريال مدريد، رايح أي نادي، إحنا كمصريين طبعا بنتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح وأن هو يتألق في أي نادي هيكون متواجد في الفترة اللي جاية. طبعا لسه حلقتنا مكملة في برنامج السادسة، بس بعد الفاصل كابتن أحمد عادل مع زميلي أحمد سمير. اهلا وسهلا بحضراتكم، ومره تانية باكد انه في ماتشات بتلعبها عينك على المكسب وعينك على الاداء وعينك على 3 بونت،
بس شويه بتبقى عينك رايحه للبعيد، عينك رايحه للاهم وعايز تطمن انه فرقتك ماشيه في طريق صحيح. انا بيتهيألي انه ماتش الاتحاد بتاع امبارح بدايه جديده، شكل جديد، طعم جديد للنادي الاهلي، وقلت لحضراتكم انه بعيدا عن الاربع تجوان الحلوين الملعوبين اللي استمتعنا بيهم كلهم الحقيقه، وبعيدا عن الثلاثه بونت والعلامه الكامله في بطوله الدوري الموسم ده، كان مهم جدا انه نطمن على حاله الانسجام اللي مع الصفقات الجديده ومع عوده المعارين، كان مهم جدا، ومع مستر موسيماني بقى اللي ابتدى ياخد نفسه من ساعه ما جه تظهر بقى حاله الانسجام، واعتقد ان بدايه ظهورها بشكل كبير جدا كانت في مباراه امبارح اللي قلت لحضراتكم انه من وجهه نظري طبعا انه ما شفناش الاداء الممتع ده من ساعه ماتش الوداد في مباراه الذهاب في قبل نهائي افريقيا. معانا النهارده اهلاوي اسكندراني، فهو اكتر حد ممكن يكلمنا على ماتش امبارح ويكلمنا كمان على استعدادات الاهلي لماتش وادي دجله. كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق ضيفنا في السادسه، مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور، مبروك الثلاثه بونت. الحمد لله، الحمد لله، مبروك اداء ونتيجه. وده اللي احنا كنا متوقعين الحمد لله مع مستر موسيماني، بعد الروح المعنويه العاليه اللي عليها اللعيبه، الاداء الثابت على مدار المباريات. هتشوف شكل اكيد مع خصم عنيد طبعا الاتحاد. طبعا فرقه مش سهله طبعا. مع كابتن حسام حسن، تعرف كابتن حسام بيلعب على الحته الروح المعنويه العاليه، لكن صعب مع قوه النادي الاهلي ان انت كنت تقف قصاده. يعني ماتش الاتحاد فرق ايه عن ماتش الغزل والمقصه؟ الاهلي يعني تيم الاهلي، تيم الاهلي اللي حسيته مختلف في الفرقه وفي الكره بتاعتك؟ المختلف ان انت عندك لما بيغيب حد، يعني بيغيب حد من اللعيبه او من القوام اللي انت لسه واخد بيه بطوله، او ال 12 او 13 لعيب اللي انت معتمد عليهم، بتشوف اكرم توفيق بيخش ازاي، بتشوف البدايل بتخش ازاي، ثبات المستوى لعدد كبير من اللعيبه اللي انا بشوفه هي لعيبه مؤثره في الفريق، مفاتيح لعب، ثبات مستوى بتاعها هو اللي بيأثر مع الفريق بالصوره الايجابيه اللي احنا شايفينها. حسين الشحات بيعيش احسن حالاته، كهربا في احسن حالاته، دي مفاتيح لعب مهمه للنادي الاهلي، وخصوصا كل ما بيبقى عندك مفاتيح لعب كتير وفايقه، اي فريق هتلعبه هيواجه صعوبه كبيره. محمد هاني من اليمين، علي معلول من الشمال، هتلاقي حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب هم فارقين معاك بشكل كبير. غاب السوليه، بتلاقي اكرم توفيق موجود، بتلاقي حمدي فتحي موجود، بتلاقي اليو ديانج موجود. دي الميزه اللي بتميز الفرق الكبيره، الفرق الكبيره اللي عندها البديل احسن من الناس اللي جوه. فلما بيكون عندك 25 نجمه و25 ناس لعيب في الملعب كلهم بنفس المستوى، اكيد لما بيغيب حد هتلاقي هي نفس طريقه اللعب. أيوه. ودي الميزه بتاعت مستر موسيماني، ان هو مثبت طريقه لعب على اي حد يلعب، يعني اي حد يلعب هتلاقي نفس طريقه اللعب دي، هو بيغير طريقه اللعب من داخل المباراه، داخل المباراه بيغيرها، ودي بترجع للقماشه اللي معاه، لنوعيه اللعيبه اللي معاه. لما بين الحد من مركز لمركز، يعني عندك كهربا مثلا ممكن يلعب طرف شمال او فيرود، فهو عنده المرونه التكتيكيه. وشريف نفس الحكايه برضه، وشريف نفس الحكايه، ومكان جديد على شريف ان هو بيلعب فيرود صريح. ايوه، فالراجل ساعات بيقلب الطريقه، بيلعب 4-1 4-1، فاللي بتجيب الاجوان كلها هتلاقي الناس اللي جايه من تحت. فدي الميزه بتاعت مستر موسيماني. بمناسبه كلام مستر كلامك عن مستر موسيماني، يعني خليني اقول برضو شيء بشيء يذكر، يعني انه اي مدرب مع الاهلي مش بالضروره يفوز ببطوله، لكن اي مدرب مع الاهلي عنده فرصه كبيره جدا لتحقيق البطولات، ومش اي مدرب يصلح للاهلي. تتفق ولا تختلف مع الكلام ده يا كابتن احمد؟ لازم مدرب يكون عنده شخصيه البطوله، يعني عنده حافز البطوله، لازم مدرب يكون ده طعم البطوله، وخصوصا مع مجلس اداره النادي الاهلي هو هيوفر له المناخ المناسب ان هو ياخد بطوله، وفي نفس الوقت هو هيطالبه ببطوله، لان النادي الاهلي على طول هو بيلعب على الاول، النادي الاهلي على طول بيلعب على البطوله. هتلاقيه هي الفكره طبعا انه الاهلي بتاريخه وبجماهيره بامكانياته وامكانيات لعيبته والدعم اللي بياخده من ادارته بيوفر اجواء مناسبه، لكن مش ده بالضروره معناه انه اي اسم تحطه على قياده الجهاز الفني هيحقق بطوله، صح ولا ايه؟ وبدليل في مديرين فنيين جم النادي وما حققوش بطوله. لكن انا بكلمك في سياسه مجلس الاداره ان هو يحاسبه على البطوله، لان احنا وانا بلعب انا شفت ده مع مجلس اداره النادي الاهلي، كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن الخطيب نائب، شفنا مع المجلس ان احنا لما دخلنا في 7 بطولات احنا حققنا 6 وخسرنا بطوله، وكانت بطوله مهمه دوري ابطال افريقيا. فلقينا المجلس ما باركلناش على الـ6، طب انتوا ما حققتوش الـ7 ليه؟ فهنا الفكر بيوصل للعيبه للجهاز الفني، وخصوصا هو مش هيحاسبك لما يكون موفر لك المناخ المناسب ان انت تاخد بطوله. عشان كده البطوله هو سهل ان انت تحققها، لكن الاصعب ان انت تحافظ عليها. صحيح. فعلا النادي الاهلي بيعرف يحافظ على البطوله. طيب انا عايز اتكلم معاك في نقطه
لانه احنا عندنا السنه دي في 3 4 لعيبه مش او 5 لعيبه مش 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 غربه على النادي الاهلي، يعني كانوا موجودين بس طلعوا اعارات ورجعوا على فرقه واخده بطوله افريقيا ورجعوا على جهاز فني جديد بيشوفهم يمكن لاول مره، وفي عندنا 3 صفقات اول مره بيخشوا النادي الاهلي. انا عايز اكلمك في جزئيه الانسجام، لان انا بيتهيألي فكره انه الفرقه تبقى تقيله مش بس بالاسماء اللعيبه اللي فيها ومش بس بامكانياتهم وبمهاراتهم، لكن كمان فكره التجانس والانسجام وانك انت تهضم الطريقه اللي الجهاز الفني حاططها عشان او التكتيك الجهاز الفني عايز يلعب بيه، ده جزء كبير جدا ينقل اداء الفريق ويسخر امكانيات اللعيبه عشان تقدم كره حلوه. في فرقه زي النادي الاهلي ازاي الانسجام ده بيحصل ويفرق من لعيب للعيب؟ يعني انت شخصيا في تجربتك مع النادي الاهلي، هل اول ما لبست تيشيرت انسجمت مع الفريق، شفت طريقه اللعب، خدت ثقافه الفوز مره واحده، ولا ده حصل معاك بالتدريج؟ هو ده بنسبه كبيره جدا بيرجع لحاجه في الكوره اسمها اوضه اللبس. اوضه اللبس ان ازاي اللعيبه القديمه اللعيبه الكبيره اللي هي اللي عندها الاقدميه في الفريق، ان اي صفقه جديده وده حصل معانا شفته ان اي صفقه جديده ازاي بتخش جوه. انت دخلت على الفرقه كان مين الكبار فيها كابتن؟ انا دخلت كان ابو تريكه، بركات، متعب، عماد النحاس، وائل جمعه، شادي محمد، حضري، امير عبد الحميد، عتاوله يعني، محمد شوقي، حسن مصطفى، مجموعه كبيره، حسام عاشور، كان جيلبرتو، احمد السيد، شديد، دي كانت المجموعه، صديق، اسلام الشاطر، احمد فتحي. كان مجموعه كبيره جدا. بس انا دخلت لما استقبلوني في الاوضه كان ابو تريكه، كان في رهبه كابتن احمد وانت داخل؟ طبعا طبعا، انت داخل النادي يعني الاهلي وهم لسه محققين دوري ابطال افريقيا ماتش الصفاقس وداخل صفقه جديده، بس من اول يوم فعلا انا ما حسيتش ان انا غريب او ان انا لسه جديد. بدليل ان انا اول كانت مباراه ليا كانت مباراه برشلونه، فما كانش عندي حتى الرهبه، كانت الفرقه مدخلاني، وانا خصوصا انا كان عندي 20 سنه كنت لسه صغير، بس اللي انا شفته من اللعيبه، اللي انا شفته حتى مساندتهم داخل الملعب في الماتشات او في التمرين او حتى النصايح، وده اللي فعلا دلوقتي بيعمله. هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الشناوي، هتلاقي اللعيبه الجديده لما بتيجي ما بتحسش بفرق. لان مهم جدا ان انت لما تبقى فرق البطوله يبقى عندك اوضه لبس قويه، ويبقى عندك كام دي مسؤوليه كباتن الكبار، اللعيبه القديمه في الفرق، اللعيبه القديمه، وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان في اكرم توفيق، احمد ياسر، ريان، بيكهام، دول ولاد النادي الاهلي اتربوا داخل النادي الاهلي وعارفين سياسه النادي الاهلي ان هو على طول بيلعب على البطوله. حاجه ايجابيه تحسب لمجلس اداره، مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو صبر على اللعيبه دي، طلعهم اعاره سنه واثنين ورجعهم، عملوا زي عمليه انصهار داخل الفريق مع اللعيبه الكبيره. عشان كده لما بقول لحضرتك هتلاقي اي لعيب جديد هيخش، بدر بنون لما بيدخل وتشوفه بالمستوى ده، هو ده بيرجع برضو للخبرات والقدرات اللي عند اللعيب. لعيب كابتن فرقته، لعيب لعب بشكل كبير على مستوى البطولات، على مستوى الانجازات في افريقيا، لان هو ينسجم او يخش بالصوره دي ده هيبقى وضع طبيعي، واوضه اللبس هتسهل عليه ان هو يخش ويحقق بطولات مع النادي الاهلي. اكتر من مركز في اكتر من اسم تقيل، يعني النهارده انت مش عندك بديل، انت عندك 2 لعيبه ويمكن في مركز معين 3 أو 4 لعيبه يمكن على نفس المستوى، ودي بالنسبه للمدير الفني تسبب حيره شويه، حيره لطيفه، شيء يعني كويس، انا محتار العب بمين ولا مين، لكن بالنسبه للعيبه بينها وبين بعض ده جو المنافسه، ده جو كله عايز يلعب اساسي، كله عايز يبقى موجود في الصوره، ما يعملش مشاكل، ما يعملش توترات. ده بيرجع، كنت لسه اقول لحضرتك ان هو ممكن يعمل لك مشاكل بس في نادي تاني ومع مدير فني تاني. لكن وبتفرق مع نوعيه اللعيب، منتاليتي اللعيب، فكر اللعيب، ان انت هنا لا انا في النادي الاهلي فما ينفعش اعمل مشاكل، انا في النادي الاهلي هو الاصلح هو اللي بيلعب، دي رؤيه مدير فني، هتلاقي الكلام ده كله هو اللي بيقال او المردود بتاع اي مسؤول، ان دي رؤيه مدير فني وهو حر فيها. لكن انت عندك ياسر ابراهيم قعد، بدر بنون لعب، ما انتش هتلاقي مشكله. وياسر ابراهيم كان في احسن حالاته. فهنا زي ما حضرتك قلت، وقلت حضرتك في اول الحلقه، ان لما يكون عندك 3 أو 4 في كل مركز بنفس الحاله الفنيه اللي عليها اللعيب الاساسي مع منتاليتي فكر لعيب، ان انا حتى لو قعدت احتياطي، حتى لو بره ال 18 خالص، هي المصلحة واحدة، احنا كلنا في مركب واحدة، هدفنا على البطولة، وده هتشوفه في الفرحة بتاعة الاحتياطي قبل الناس اللي في الملعب. هتلاقي اللعيبة اللي في الملعب بتطلع تجري على اللعيبة اللي بره. فده أوضة لبس قوية، دي بتشوف في عينيهم البطولة، لما تلاقي لعيب احتياطي الأساسي اللي بيجيب الجون كهرباء أي حد هتلاقيه بيجري على اللعيب اللي بره. فهنا عملية الربط بين ال 25 لعيب على هدف واحد
اكيد هنشوف الانجازات دي. هكلم معاك شويه على الصفقات، وعلى الرغم من الاسماء القويه الحقيقه انا بشوف انه كل الصفقات سواء المعارين او الصفقات اللي قدر النادي الاهلي انه يحسم انتقالها للفرقه بدايه من السيزون ده كلها الحقيقه اسماء ليها وزنها في الملعب، كلها في مراكزها الحقيقه نجوم كبيره جدا، ورغم كده المدرجات الفاضية في الملاعب لكن مليانة في مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت بتتكلم على صفقات وما زالت بتتكلم على دعم لفريق النادي الأهلي، وأسماء كتيرة جدا مطروحة وما بين مؤيد ومعارض جماهير الأهلي مختلفة، خصوصا كمان أنه عينهم على بطولة كأس العالم للأندية، فإيه المانع أن احنا ندعم صفوفنا؟ كلامنا هيكون على الصفقات من وجهة نظر كابتن أحمد الفرقة ممكن تكون محتاجاها في الفترة اللي جاية، بس بعد فاصل سريع. طبيعي جدا ومنطقي جدا انك انت تحلم انك تشوف يعني اهم النجوم لابسين فانيله النادي اللي انت بتشجعه، ويمكن في اوقات كتيره جدا انا شخصيا كنت بحلم اشوف نجوم عالميين بيلعبوا في فرق كبار جدا في اوروبا، كنت بحلم وبتمنى انه لما يجي يفنشوا في الاخر اخر سنتين ثلاثه وليه لا ما يكونوش موجودين في فرق مصريه وبالذات طبعا النادي الاهلي. كنت بكلم بالمناسبه في الموضوع ده مع حد من زمايلي هنا في القناه قريب جدا، كنت بقول له مثلا انه بشوف لعيب زي انيستا بدل بعد ما ساب برشلونه ليه ما نشوفوش هنا، لكن طبعا الظروف الاقتصاديه صناعه كره القدم فيها حاجات كثيره جدا بتحكم الحاجات دي، لكن اتمنى واعتقد انه قريب جدا هنبتدي نشوف ده في مصر وخصوصا كمان في تجربه النادي الاهلي الناجحه. مره ثانيه برحب بيك يا كابتن احمد، وزي ما كنت بدردش معاك على الفاصل يعني على موقع التواصل صحيح الجماهير مش موجوده في المدرجات لكن ده مش معناه ان هم بيتكلموش كوره ومش عايشين كوره، كلام كتير على صفقات جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليها وشايف انها ممكن تكون اضافه تكون دعم للفريق خصوصا قبل مشوار كاس العالم للانديه. مين الاسماء اللي انت شايف انها تستاهل او جديره او انه النادي الاهلي محتاج انها تكون موجوده معاه في الفتره اللي جايه؟ هو اكيد لازم انت تدعم في خط الفيرود، يمكن ده خط الهجوم، خط الهجوم مركز الفيرود، مركز الفيرود ان انت لازم يكون عندك برضو فيرود واثنين، انت عندك محمد شريف هو مش فيرود صريح ما بيلعبش رقم 9 لكن انت بتوظفه في المكان ده في غياب مروان شويه، ان مروان لما بيرجع بيلعب، لكن في عندي صلاح واحمد ياسر يعتبروا الاثنين، صلاح محسن واحمد ياسر ريان يعني يعتبروا الاثنين فراوده. هو احمد ياسر اتمنى ياخد فرصه اتمنى ناخد فرصه، لكن انت طول عمرك استاذ احمد ان انت طول السنين اللي فاتت بيبقى عندك فرود النادي الاهلي ده بيبقى صفقه قويه، صفقه قويه تقدر تعتمد عليه تقدر يقدر يكسبك كل مباراه، لكن انا بشوف الفتره دي محمد شريف بيأدي بشكل جيد، كهربا لما بيلعب برده في المركز رقم 9 بيأدي بشكل جيد، غياب طبعا اجاييه وهو بيلعب في المركز ده كان بيأدي، لكن مهم جدا ان انت تتعاقد مع صفقه تقيله في في مركز الفيرود، زي ما بقول لحضرتك في لعيبه بتأديها لكن مش بنفس الصوره لما بيبقى عندك صفقه قويه كفيرود رقم 9 اللي هو نفس نوعيه فلافيو وعماد متعب الفيرود اللي هو الصريح بلال اسامه حسني كان في فراوده كده انا فيرود والنادي الاهلي محتاج ده لما مروان محسن في غياب التوفيق لبعض الفترات لكن هو بيلعب وموجود وبيبذل اقصى جهد عنده لكن محتاج دعم اكيد في مركز الفيرود. طيب خلينا ناخد تليفون معانا كابتن معتز اينو طبعا نجم النادي الاهلي والمدفعجي اللي نقول له بدايه مبروك مساء الخير يا كابتن معتز. كابتن احمد ازيك؟ يا اهلا وسهلا بيك وسعداء دايما ان احنا نتواصل معاك ونسمع صوتك، وقبل اي شيء مبروك طبعا، انا عارف انك انت توليت مسؤوليه فريق 2001 في النادي الاهلي وعارف انك عملت نتيجه محترمه جدا امبارح قدام فرقه تقيله فرقه ام بي قدرت انك انت تكسب، كل التوفيق ليك في مهمتك ان شاء الله. ربنا يخليك ما تحرمش منك ودايما منور ودايما بتجيب لنا النجوم حبايبنا اللي احنا بقالنا كتير ما شفناهمش العشره ده. حبيبي يا اينو. يا دول. حبيبي يا اينو. عامل ايه يا حبيبي وحشني؟ والله وانت جدا الف مبروك واينو من المدربين المجتهدين جدا واضافه قويه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ودايما ببقى مبسوط لما بشوف ان حد من الجيل اللي انا كنت موجود فيه صديق اينو ان هو يبقى متولي مسؤوليه فريق 2001 في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره وخصوصا يعني من في الكواليس كده وانا بتكلم مع اينو انا كنت عارف ان هو كان جاله اكتر من عرض في فرق درجه ثانيه فيرست تيم لكن هو فضل ان هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي وببارك له طبعا ببارك لك اينو طبعا على الانجاز وعلى المكسب قصاد فريق كبير وخصوصا اول قياده فنيه ليك الف مبروك ودايما كده موفق يا حبيبي. حبيبي دول ربنا يخليك يا كابتن احمد انا عايز اقول لك اللي احمد عادل والله مش
يعني مش نفاق ولا حاجه، من الناس اللي هي فعلا دلوقتي مش موجوده كباك رايت. وبعدين بره الكوره كمان شخصيه محترمه جدا وراجل جدا، وانا يعني دخلت معاه في مواقف كتيره جدا من الناس اللعيبه اللي هي فعلا تستمتع بيها في الملعب يعني. اكتر حاجه تفتكرها الكابتن احمد بره الملعب او جوه الملعب زي ما تحب يا كابتن معتز؟ لا بره الملعب في حاجات كتير يمكن هو عارف قوي يحكي لك يعني. كان في مواقف بقى يمكن زي ما قلت لك قبل كده اللي كان عادل، كنا احنا شله واحده انا وعادل وعاشور وسمير، طبعا كان في مواقف كتيره وفي السفريات بره مصر وفي المعسكرات يعني كان دايما المعسكرات بتبقى روحها حلوه واللعيبه بتحب بعض وبنهزر ونضحك. بس طبعا زي ما قلت لك برضه قبل كده اللي اول ما بننزل الملعب بيبقى الموضوع خلاص يعني في تركيز وكده، لكن الكواليس اللي بتبقى بره الملعب هي اللي بتقرب اللعيبه من بعض وهي اللي بتخلق الحب بين اللعيبه. هادي كابتن احمد عادل يعني كان شخصيه هاديه وراكزه كده تحسه يعني انت شكلك الشقاوه كلها كابتن معتز. مش في كل الاوقات يعني احنا لما كانت بتضرب في دماغنا مثلا عايزين نعمل حاجه لا بنعمل، نبعت نجيب اكل لا بنجيب يعني. عادل كان معانا في اي حاجه فاهم، لكن هو طبعه عادل هادي وراسي وممكن تستشيره في حاجات كتيره يعني دماغه حلوه. عادل طول عمره دماغه حلوه لكن لما بتقلب معاه يعني طبيعي زي اي حد لما بتقلب يعني. بس هو كان بيحكي لي موقف عليك يا كابتن معتز، كان حصلت له مشكله في الفرقه وطلب منك انك انت تتدخل عشان يعني تعالج الموقف ده، فانت نفضت وقررت انك انت تبيعه في اول. ما هو انت عارف اللي جاي نص جدعنا. بص هو عايز يقول لك ان في حاجات ما ينفعش تتحكي. ايوه صح، ان في حاجه ما ينفعش تتحكي على الهواء يعني 99% من الحاجات ما ينفعش تتحكي على الهواء. لا هي كان من امتع لحظاتنا ان احنا كنا فعلا اوضه لبس قويه يعني، اوضه لبس بنحب بعض، ال 25 فعلا بيحبوا بعض. العلاقه دي كانت هتبقى بره الملعب. ايوه يمكن من المواقف مثلا ممكن اقول لك ان انا مثلا انا وصديق كنا قاعدين في شقه واحده وعاملين في مركز واحد. ايوه طبعا. فانا كنت سايب شقتي وقاعد مع احمد صديق. انا واينو وعاشور ومثلا وكابتن عماد النحاس كان بيحط لك منوم دايما عشان ما تروحش التمرين. لا لا كانت مجموعه جميله والحمد لله حققنا انجازات وكلنا فعلا كنا بنحب بعض. أيوة. وكنا في ظهر بعض ولحد دلوقتي. يمكن احنا انا بقالنا يعني بعيد عن النادي الاهلي، او انا يعني بعد ما مشيت من النادي الاهلي واينو مشي راح اكتر من مكان، على تواصل لحد الان انا مع صديق مع جديد مع حسام عاشور مع محمد سمير احمد عادل الجون مع المجموعه دي كلها احنا كلنا لسه لحد دلوقتي. امير عبد الحميد صحيح. الجيل اللي بيحقق بطولات وانجازات مع بعض يا كابتن معتز بيتهيالي بتفضل بينهم روابط يعني. صحيح واحد الكوره فيها احتراف وبتلعب في نادي وتسيبه وتروح، لكن لما بتحقق انجاز او بتحقق بطوله جيل مع بعض يعني بيحقق انجاز وبطوله بيفضل بينهم روابط بيتهيالي يعني بتستمر العمر كله. اكيد طبعا ما فيش حاجه، وخصوصا كمان لما بتبقى يعني عارف قريبين قوي من بعض يعني. طول احنا كنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. ايوه من خلال المعسكرات، وكنا بنلعب بطوله عربيه بطوله افريقيا على طول، دايما سفريات ومعسكرات وفتره اعداد، فاحنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. وكمان كنا شله واحده، ال السن برده عليه حكم كبير قوي، اللي السن متقارب. فانت السن متقارب كمان، واحنا كانت علاقتنا كلنا المجموعه بتاعتنا كنا يعني عارف ايه يعني الموضوع مش كوره بس ونادي بس، لا أيه. احنا كنا برضو يعني الموضوع عائلي واسري اكتر كمان، وبنخرج مع بعض كلنا وبنروح بيوت بعض، فانت كنت قريب جدا من المجموعه دي. فطبيعي اللي انت ما ينفعش من يوم وليله اللي انت تنسى كل ده وما بنكلمش بعض، لا بالعكس احنا بنتكلم بعض. انا كنت مبسوط جدا لما انضم لينا السنه دي كمان احمد صديق في النادي في القطاع. بتمنى التوفيق لعادل وان شاء الله مثلا من الموسم الجاي يخش معانا في النادي بحيث يبقى معانا. انا اللي موجودين دلوقتي انا وشريف عبد الفضيل واحمد رؤوف واحمد صديق، المجموعه كلها بتاع السن بتاعنا موجوده في النادي الاهلي. اتمنى ان عادل يبقى موجود معانا، بس عادل يعني واضح اللي هو ملوش في التدريب، متجه للناحيه الاداريه اكتر يعني. يعني هو مسك قبل كده مدير كوره وكنت بكلمه كان ناجح جدا جدا، فهو ما يعني واضح اللي هو رايح للناحيه الاداريه اكتر من التدريب يعني. بس انا بتمنى طبعا في كل الاحوال اللي هو يبقى موجود معانا في النادي، وانت عارف اللي دايما النادي الاهلي ما بيسيبش اولاده، واي حد خدم النادي الاهلي بيبقى موجود دايما وما بينساش اولاده،
فبتمنى التوفيق لاحمد ايا كان هو فين، ولكن انا على المستوى الشخصي بتمنى اللي هو يكون موجود معانا في النادي. انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله اللطيفه دي، وكل التوفيق ليك في مهمتك الجديده طبعا بعد ما كابتن ياسر رضوان يعني حسب معلوماتي مسك دلوقتي جمهوريه جبين. صح مظبوط. اه فكل التوفيق ليك كابتن معتز ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. واكيد طبعا بجدد الدعوه، تشرفنا وتنورنا في السادسه ان شاء الله باذن الله. شرف ليا ودايما موفق ان شاء الله. الله يخليك. ميرسي كابتن معتز اينو طبعا نجم النادي الاهلي. في حد من جيلكم كمل الكابتن احمد لغايه دلوقتي؟ شديد بيلعب حد. شديد لسه شديد بيلعب. اه صح موجود. محمد سمير، احمد عادل، عبد المنعم. اه دي المجموعه اللي كملت، لان هم كانوا يعني اصغر مننا بحوالي 3 سنين. اه بس لما رحنا النادي الاهلي كانوا هم موجودين من الناشئين. اه والفتره دي كانت صعبه مع مستر مانو الجوزيه ان انت ناشئ وتلعب، ده مستحيل. رابع المستحيلات. حتى لما كان بيطلع لعيب من تحت يتمرن معانا. بس اصل الفرقه كانت تقيله قوي يا كابتن احمد برضو، وانت تفتكر الفتره دي فتره ذهبيه، كل البطولات اللي كان الاهلي بيدخلها بينافس عليها وبيجيب القابها، فانت عايز لعيب مش جاهز، انت لعيب لازم يبقى سوبر ستار. وفعلا اللعيبه دي اثبتت يعني اثبتت ان هي من ناشئين وجديره تخش. يعني كان شديد دخل كان لسه صغير، كان حسام عاشور دخل وكان شديد فاكر انه مشي ورجع تاني. كابتن مشي راح المصري وبعد كده رجع تاني، مانويل جوزيه رجعه مره تانيه، وصديق مشي ورجع تاني. أيوه. ففي لعيبه كلها بتمشي وترجع، بس بترجع بنحقق انجازات يعني بترجع بنحقق انجازات، وخصوصا لما بتتكلم في كان الناحيه الشمال كان احمد السيد جيلبرتو، احمد شديد. ايوه فهنا كان من الصعوبه جدا ان انت تخش وتلعب، بس شديد كان بيلعب. تيجي الناحيه الثانيه كان في عبد الوهاب الله يرحمه، عبد الوهاب الله يرحمه. تيجي المجموعه اللي بعد كده الناحيه اليمين اسلام الشاطر، بركات، احمد عادل، احمد صديق. فعايزين واحد يلعب. فهنا مهما كان اي حد بيقعد كان مفيش مشكله، احنا هدفنا البطوله. عشان كده لما كنت بلعب كان كابتن اسلام بيساندني، كان بركات بيساندني، احمد صديق بيساندني، فكلنا كنا رايحين لهدف واحد. بيضايقك لما تبقى بتلعب في مكان فيه اسماء يعني لعيب الكوره برضو؟ طب يعني انا عايز العب، يعني مش بس كمان عشان ابقى نجم في النادي الاهلي واجيب بطولات، انا عايز العب. يعني انا جاي النادي الاهلي عشان العب كوره، مش جاي عشان اتفرج على الناس وهي بتلعب كوره. ده بيبقى بالنسبه للعيب اللي مستني بره او ترتيبه في مركزه مثلا نمره 2 او نمره 3 بيبقى شيء صعب. هو صعب في الصفقه من اول ما بتيجي يعني. انت وانت النادي الاهلي بيتفاوض معاك كلاعب وانت بره النادي، هتقول مثلا ده انا في 4 في المكان ده فانا هروح العب فين؟ لا انا مش مع اللعيب ده، مش مع اللعيب ده خالص. ويمكن على ما اعتقد ان هي حصلت مع عمار حمدي شويه. تمام. ان انا المكان ده في زحمه، قفشه بيأدي كويس، في صالح جمعه قبل ما يمشي، في لعيبه، فقال لا انا افضل ان انا ايه اروح الاتحاد. لا انت لازم تاخد التجربه، تاخد الريسك، تاخد المخاطره عشان تبقى موجود، والمجموعه هتساعدك يعني. أيوه. كلعيبه مجموعه لعيبه هتساعدك ان انت تعمل ده، هتساعدك ان ما فيش حد مثلا بيزعل ان انت بتلعب. لكن انت مهم تجتهد، مهم ان انت تاخد مكان. يمكن انا لما كنت جاي داخل على النادي الاهلي كان موجود احمد صديق وبركات واسلام الشاطر، يعني حد ما جالي عرض الزمالك، بس انا ما فضلتش ان انا اروح الزمالك، فروحت النادي الاهلي والحمد لله شاركت بنسبه 80 او 90% من المباريات. فهنا دي بترجع برضو للمدير الفني وثقته فيك، وبترجع لمجموعه اللعيبه اللي بتقدر تخش في عمليه الانسجام مع الفرقه ككل. ايه قصه المدير فني ولا مدير كوره، ولا انت فعلا ما مش حابب تبقى يعني تاخد فكره التدريب او اتعرض عليا نواحي فنيه، وانا يمكن بعد ما بطلت كنت واخد يعني خدت ريس يعني زي فتره استراحه سنه كده. اوكي. وبعد كده انا واخد الجانب الاداري، اشتغلت كمدير كوره في النادي الاولمبي في الفيرست تيم، وده انا شايف نفسي في المكان ده ان انا اقدر لكن انا اتعرض عليا فنيا السنه اللي فاتت انا موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع كابتن فتحي مبروك، والسنه اللي مشيت بعد ما مشيت من النادي الاولمبي كنت ماسك مدير كوره، اتعرض عليا فيرست تيم لاكثر من فريق يعني بدون ذكر اسماء ان انا امسك مدير فني، لكن انا ماجل الحته الفنيه شويه. لكن الحمد لله دلوقتي عندي العمل الخاص بتاعي كنادي رياضي يعني. أيوه. فانا واخد السكه دي، كان زي ما اينو كان بيقول طبعا ده شرف ليا ان انا ابقى موجود داخل النادي الاهلي وداخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن انا واخد الجانب الاداري بشكل كبير يعني. بالتوفيق. انا اهم حاجه الواحد يبقى حابب اللي هو بيعمله عشان يكون ناجح فيه. ما هو ما دمت انت حابب ده ومرتاح ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق. هرجع لكلامي قبل مداخله كابتن معتز، كنا بنتكلم انت قلت لي انه الاهلي محتاج راس حربه، اسماء كتير جدا دي اللي بتتقال زي ما اتفقنا كده بين الجماهير. انا بتكلم دلوقتي مش بتكلم على صفقات الاهلي بيحاول يحسمها، بتكلم على صوت الجمهور بيقول ايه وشايف مين اللي ممكن يكون افضل دعم لفرقته. وناس كتير جدا بترشح لعيب مثلا زي لابا كوجو لعيب العين الاماراتي اللي كان بيلعب قبل كده في نهضه بركان في المغرب،
وده واحد من الفراوده يعني المقدمين موسم محترم جدا. ناس كتير كانت بتتكلم على وولتر بواليا لاعب الجونه، ناس كتير كانت بتتكلم على جاستن سيرينو لاعب سان داونز، وده كان فيه فعلا مفاوضات مش عارفين مصيرها ممكن يوصل لايه، لانه بين يوم وليله ممكن الامور تتغير بشكل كبير. مين الافضل من الاسماء دي من وجهه نظرك؟ هو الافضل بالنسبه لي اللي بقى مصر عليه المدير الفني. مصر عليه المدير الفني لان هو هيجي وهيبقى هو اللي هيحاسب على الفاتوره. هو اللي هيحاسب. ايوه. زي ما حصل مع بادجي، يعني زي ما حصل مع بادجي، الراجل كان جاي وهو مش عارفه، صفقه كانت لسه جديده. هنا الاحترافيه اللي بيتعامل بيها مجلس اداره النادي الاهلي ان هو المدير الفني عايز ايه؟ احتياجاته ايه؟ فبيبداوا في لجنه التسويق او اداره التسويق داخل النادي بتبدا تشتغل على ده. لكن سيلينو انا اتمنى ان هو يبقى موجود لرغبه المدير الفني فيه، وهو اضافه قويه. أيوة. حته عامل السن انا بشوف ان هي في الكوره مش هي دي المهم دلوقتي. انا جايبه حتى لو لفتره سنه سنتين، عندي كاس عالم الانديه، عندي دوري ابطال افريقيا، هو عنده من الخبرات سيلينو ان هو يحقق البطوله زي مستر موسيماني. أيوة. وهو على درايه كامله مستر موسيماني بمستواه وبادائه وباحتياجه ليه مع الفريق، فاتمنى ان هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي. يمكن انا يعني انا من الحاجات اللي مشجعاني جدا على سيرينو انه كمان اللاعب عنده رغبه كبيره ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني دايما انا بقول انه في فرق كبير لما تجيب لعيب يعني قوي وتقيل في مركزه بس جاي عشان مثلا خاطر الفلوس اكتر، غير لما تجيب لعيب عنده رغبه انه ينتمي للكيان ده وللمنظومه دي. هو عنده رغبه وعارف انه في وراها جماهير يعني جيوش مجايشه واقفه ورا في ظهر فرقتها. هو جاي وعارف جاي فين، وعارف جاي فريق بطوله عامل ازاي، ودوافع البطوله عند الفريق ده ولا لا. مع مدير فني محتاجه، مع مجموعه لعيبه، اكيد النادي الاهلي على مستوى افريقيا وكتاب مفتوح اللعيبه كلها حتى في ادائها، وخصوصا انت لسه محقق دوري ابطال افريقيا، ففي احسن حالاتك، فدوافع كتير جدا تديه اللي هو كلاعب ان هو يبقى موجود. اتمنى ان هو يبقى موجود، تبقى صفقه ناجحه للنادي الاهلي ان شاء الله، وتكون دعم كبير قبل بطوله كاس العالم، لانه ده يمكن ال 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 الهدف الرئيسي. يعني احنا 30 يوم عايشينهم ان شاء الله قبل ما تبدا البطوله، ده اللي نتمناه، تكون الاوضاع مستقره ان شاء الله وما فيش مشاكل، ونبتدي البطوله ونرجع لاجواء كاس العالم للانديه ونشوف فرقتنا في احسن مستوياتها. طموح جماهير النادي الاهلي كبير، وامكانيات لعيبه النادي الاهلي اعتقد كمان كبيره. ان شاء الله نقدم عروض تليق باسمه وبتاريخ النادي الاهلي. بشكرك كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. الوقت جري معاك بسرعه، كان نفسي اتكلم معاك على وادي دجله شويه لكن ما فيش وقت للاسف. شرفتنا ونورتنا في السادسه مره ثانيه. ربنا يخليك، وانا سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك. انا اسعد، بشكر حضراتكم على المتابعه. بكره نقابلكم ويكون عندنا مساحه نتكلم على مشوار الاهلي اللي جاي ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم.